أما الآن مشاهدينا رح ننتقل معاكم لفقرة جدا مميزة مع شخصية جدا رائعة، رح نحكي عن مبادرة غير تقليدية غير اعتيادية، مبادرة خطواتها بتفرق. معنا اليوم باستديو يوم جديد لمى حطاب، وهي أول عداءة أردنية من أروع الشخصيات اللي قابلتها. رح نتعرف على روعتها هلا ونصبح عليكي لمى، وأهلا وسهلا فيكي باستديو يوم جديد. شكرا كثير لك، وشكرا أكيد لكل طاقم عمل البرنامج يوم جديد على هاي الاستضافة. أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي عن مبادرة خطواتها بتفرق، بشو ممكن تفرق؟ هلا هي خطوات مبادرة خطواتها بتفرق، هي مبادرة انشأت جديد يعني تقريبا بس بشهر 4، وهي مبادرة أردنية إن شاء الله رح نطلقها للعالم. بتهدف إنه نعزز فكرة دور المرأة وخطوة اللي بتخطيها المرأة بكل خلينا نحكي مراحل الحياة اللي إحنا عمالها بنعيشها، وهي مش لإلي بس، هي لكل شخص موجود بقلب المجتمع، لكل رجل لكل مرأة. صح. بآمن بهذا الدور وبآمن بإنه عن جد خطوات المرأة بتفرق بمختلف خلينا نحكي المجالات ومختلف الأصعدة. المبادرة هلا بلشناها لنعزز فكرة ومفهوم دور المرأة في بناء السلام. نعم. لأنه هذا الشيء كثير بهمني وكثير خلينا نحكي قريب لقلبي، وبنفس الوقت عم نحاول نربطها بأشياء غير تقليدية زي ما حكيتي، إلها علاقة بمواضيع الرياضة، إلها علاقة بمواضيع المغامرة، إلها علاقة بمواضيع خلينا نحكي تسلق القمم العالية. نعم. لأنه كل حدا فينا في عنده قمة حابب يوصلها، فالمبادرة إجت مشان نقدر نربط هذه الأمور مع بعض ونورج الناس إنه في أمور تانية ممكن نقدر نفكر فيها بصورة إيجابية، نقدر نوصل للقمم اللي إحنا حابين نوصلها من خلال الخطوات اللي إحنا بنخطيها بحياتنا اليومية. رائع كثير. لما أنت تسلقتي العديد من القمم ومؤخرا تسلقتي بروسيا، رح نحكي عن التجربة هاي بشكل كثير كبير وبشكل مفصل، لكن أنا حابة أعرف منك إيش أهم الرسائل اللي بتكوني حمليتها لما توصلي القمة؟ شو بيكون الرسالة اللي حابة توصليها لكل الشباب والبنات؟ طبعا يعني في رسائل كتير ممكن احنا تكون في بالنا لما نتسلق هذه القمم، خاصة انه وصولنا لقمم الجبال هو طريق كتير صعب، مش اشي سهل. يعني بدنا نتحدى اول حالنا جسديا، بدنا نتحدى حالنا نفسيا، بدنا نحضر حالنا، بدنا نتحدى كمان بعض الاشخاص الموجودين بالمجتمع اللي ما بيآمنوا بفكرة انه والله احنا كنساء ممكن تقدر تتسلق القمم، ممكن تتسلق الجبال، ممكن تتحدى. صح. وتكون في خلينا نحكي بأصعدة كتير مختلفة إلها علاقة بموضوع المغامرة. من الرسائل اللي أنا هلأ حاليا عم بحملها واللي زي ما حكيت قبل شوي إنه عم بحاول أركز عليها، هي أول إشي نعزز فكرة دور المرأة في بناء السلام. كنا عم نشوف هلأ شو عم بيصير ببلادنا العربية أو بمجتمعاتنا، وخاصة يعني العمليات الإرهابية اللي ممكن تصير ومختلف الأمور اللي إلها علاقة بحالات العنف اللي عمالنا بنشوفها على مجتمعاتنا المحلية. فالمبادرة وخاصة الرسالة اللي عم بحاول أوصلها هلا من خلال خلينا نحكي مسيرة الشاقة لتسلق الجبال، لأنه هذه برضو رسالة بناء السلام، هي مسيرة شاقة أكيد. مش إشي سهل لنقدر نوصله، ومش إشي كمان سهل ممكن، وصعب عديدة بالضبط، وإنه الناس تتقبلها الفكرة، إنه ما في كتير ناس في عندهم إيمان بفكرة إنه يلا كيف ممكن إحنا نقدر نبني سلام، بس إنه بياخد وقت، بياخد جهد كتير كبير. فكيف ممكن نعزز القيم يلي ممكن تحملها قضايا بناء السلام، هذا هو الشيء المهم. وقديش دور المرأة ممكن يكون كتير إيجابي ومهم بتعزيز هذه القيم، لأنه هي الأم، هي الأخت، طبعاً، هي المرأة، طبعاً. هي خلينا نحكي البنت، هي جزء لا يتجزأ من المجتمع في المجتمع. ويمكن هاي المبادرة تعنى بكل شخص بيآمن بدور المرأة الأساسي في مجتمعاتنا بشكل أكيد. أكيد. لما لو نحكي شوي عن مناصرتك للشباب والبنات من خلال الأنشطة الرياضية اللي بتقومي فيها. طبعا يعني هلا احنا انا بشتغل كمان بهيئه اجيال السلام، اللي بحب اني اوجهها كل الشكر على الدعم أكيد. المستمر بصراحه، سواء كان لإلي كشخص او خلينا نحكي حتى للمبادره اللي انا عمالي برضه بنفس الوقت عم بربطها بهذا العمل اللي عم بقوم فيه. خلينا نحكي بهيئه اجيال السلام احنا عمالنا بنشتغل على اساليب مختلفه لها علاقه باستخدام الرياضه كوسيله لبناء السلام بين المجتمعات. بنحاول قد ما نقدر انه نمكن الشباب لانهم قودهم عمليه
التغيير من خلال وسائل مختلفة. وهذا الشيء يعني برضو بحكي إلي بصفة شخصية كلما بهمني بشكل كتير كبير، لأن الشباب لهم دور كتير كبير ببناء المجتمعات. الشباب لما يكون في لهم هدف وحلم حابين يوصلوا له ويحققوا، بيقدروا يركزوا على هذا الهدف وبيبعدوا عن الأمور الأخرى اللي ممكن توصل للعنف والتطرف وإلى آخره. فبرضه زي ما حكيت كمان ربط هذه المبادرة سواء كان بالمرأة وخطواتها اللي بتفرق بقى بالمجتمعات، الرجل يلي له دور كتير كبير بتعزيز هذا الدور، إشي جدا كان مهم. وبنفس الوقت الرياضة هي، أو خلينا نحكي رياضة المغامرات بالنسبة لي هلأ في الوقت الحالي مع ربطنا لمبادرة خطواتها بتفرق، إلها صورة كتير إيجابية، لأنه الناس ما بتعرف، في كتير ناس ما بتعرف شو يعني رياضة تسلق الجبال، وقديش هذه الرياضة معقول مش ملمة أو مثقفة بهذا الموضوع كتير، وقديش معقول يكون في إلها خلينا نحكي مصاعب مخاطر يلي يعني ممكن تمثل جزء من حياتنا اللي إحنا عمالنا بنعيش فيها، بس بشكل بوقت مقصر بشكل مختلف خلينا نحكي. بس جدا مهم إذا إحنا بنقدر نركز على هذا الشيء ونشوف كمان كيف إنه رياضة تسلق الجبال بتعكس واقع حياتنا اللي إحنا بنعيش فيه، وقديش في صعاب إحنا بنمرق فيها بحياتنا خلينا نحكي، وقديش الجبل هو ممكن يمثل جزء من هذه الصعاب اللي إحنا بنمشي. يمكن بكل خطوة تخطيها وأنت عم تتسلق الجبل في شيء بتتذكري من حياتك. أكيد أكيد, أكيد. وبلهمني كمان كل خطوة. صح. في أشخاص كتير بقلب حياتي عم بلهموني لنقدر نكمل هذه المبادرة. 100% المبادرة أو تسلقك للجبال بدأ من حلم من 10 سنين منك ومن شقيقتك التوأم اسمها ديما، منوجه لها كل التحية. احكي لي لوين حابة هذا الحلم يوصل؟ مزبوط، يعني هذا الحلم صار له 10 سنين، ودائما بحاول أقول إنه يعني كلمة حلم مش هو إشي مستحيل، ولا كنا سميناها مستحيل ما كنا سميناها حلم. وقديه حلو انه الواحد يكون في عنده حلم حابب انه يوصل له ويترك شوي هيك على الرف لسبب وظروف يمكن احنا بنمرق فيها بحياتنا، ونحاول نرجع لهذا الحلم ونشوف شو الطريقه اللي ممكن احنا نقدر نوصل لها. فحلمي كان نتسلق قمه ايفرست اللي ارتفاعها تقريبا 8840 متر، ونكون اول توأم بالعالم عم بتسلق هذا الجبل. بس مع الاسف يمكن قبل 10 سنين ما كانت الظروف متاحه، ما كان في دعم كافي لنقدر نحقق هذا الحلم، والحياة بتمرق يعني كل شيء له وقته حلو زي ما بقول. صحيح. فمجرد انه 10 سنين ان شاء الله بعد ما كنت افكر بهذا الحلم عمالي بحاول انه ارجع لهذا الشيء. وبصراحة يعني هذه الرحلة اللي اخذتني او خلال 10 سنين هاي كتير تعلمت اشياء. 100% علمتني وخلتني افكر اكثر بكيف ممكن انه نربط رياضة تسلق الجبال بامور ممكن تهدف وممكن تلهم شباب موجودين بقلب مجتمعاتنا، لأنهم هم أول شيء يحاولوا يوصلوا أحلامهم اللي حابين يوصلوها إذا حققوا الأهداف، إذا حطوا ببالهم دائما. أنا يعني عندي بالمكتب في صورة لإيفرست على جنبي قدامي، لأنه هذا الهدف اللي بدي أوصل له إن شاء الله خلال السنة. أنت رحتي على إيفرست بس ما وصلتي للقمة، عشان نوضح للمشاهدين. بالضبط. وبدها تجهيزات كتير، وناوية إنه أنت خلال السنة الجاي تقومي بهاي المهمة. مزبوط، يعني بشهر 4 رحت على رحلة في بسلسلة جبال الهيمالايا، تلقيت في فيها عدة جبال مختلفة، ورحت كمان على قاعدة جبل إيفرست، نمنا هناك ليلتين. وبالنسبة لي كانت هاي الرحلة جدا مهمة عشان أشوف هل أنا لسه في عندي هاي القدرة من بعد 10 سنين بقدر أرجع لهذه الرياضة اللي أنا كنت عم بعملها من قبل أو لا. والحمد لله يعني يمكن هاي الرحلة ألهمتني إنه أكمل هاي المسيرة وأكمل تسلق جبال مختلفة، منهم جبل إلبرس يلي تسلقته مؤخرا بسلسلة جبال قوقاز واللي هو أعلى قمة في أوروبا. في أوروبا. حلو كتير. خلينا نحكي شوي عن التجهيزات، المعدات، الأكل اللي بيكون معك عشان تتسلقي هاي الجبال. احكي لي إيش أكثر المواقف الصعبة اللي ممكن تعاني منها وأنت عم تتسلقي؟ يعني أكيد لازم يكون في عنا معدات وتجهيزات مختلفة، يعني منها أول إشي الملابس اللي ممكن لازم نلبسها اللي بتحمينا من درجات الحرارة المتدنية بشكل كتير كبير، وبرضو بعض الأدوات اللي بتساعدنا إنه نحمي حالنا اللي بتعطينا عنصر الأمن والحماية، خاصة مثلا الهارمس اللي ممكن يربطنا مع بحبال بقلب الجبل، الكرامبونز اللي هو عبارة عن شيء نقدر نحطه بنركبه على البوت، وهذا الشيء اللي بيمنعنا من نتزحلق مثلا بالجليد. والأهم من المعدات كمان
هي طريقة تحضيرنا لهي المعدات، نعرف قد شو الأشياء اللي ممكن نحطها معنا نعم. بقلب الشنطة، وقديش ثقل الشنطة اللي ممكن نمشي فيه كمان. صحيح. يعني الجبل يعني خاصة يعني آخر مغامرة أنا رحت فيها على إلبرس كان الجبل بصراحة مختلف عن سلسلة جبال الهيمالايا، درجات الحرارة جدا متدنية، ممكن بلحظة من درجة حرارة خلينا نحكي من الشمس طالعة والسماء زرقاء خلال كثير. عاصفة ثلجية تسكر كل شيء لدرجة انه ممكن ما تشوفي ايدك من نعم. الضباب اللي نعم. موجود. فيعني الظروف الجوية هذه بتحكم علينا انه نحمل بعض المعدات ويكون مجهزين حالنا بمعدات تحمينا اول شيء من درجة الحرارة الجو المدنية، وبرضه تأمن لنا بعض عناصر الامن والسلامة يلي ممكن تحمينا خلال رحلة التسلق. رائع. طيب لما لو نحكي عن التبرعات اللي بتحصل عليها الحملة لدعم سيدات المجتمع مثل ما قلتي لي، تحكي لي بالضبط كيف آلية التبرع؟ هلا المبادرة مربوطة بحملة كراوند فاندينج كامبين يلي ممكن تخلي الناس انه المهتمين بهذا النوع من القضايا انها تتبرع، والتبرعات هذه راح تروح لمناصره او خلينا نحكي برامج لها علاقه بتمكين دور المراه بقلب المجتمعات وقياده خلينا نحكي رساله بناء السلام بقلب المجتمعات اللي هم جايين فيها. فالمبادره موجوده ممكن الكل يشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، في عندنا صفحه لهير ستيبس كاونت اللي خطواتها بتفرق على الفيسبوك على الانستغرام. بتمنى لو الكل يزور هذه الصفحات ويشوف كمان بعض الفيديوهات اللي عم نعملهم مشان أول إشي نعرف الناس على شو هي رياضة التسلق، وبرضه إن نوضح فكرة دور المرأة في عملية بناء السلام، وبرضه نسلط الضوء على نساء موجودين بقلب مجتمعاتنا سواء كانت المجتمعات الأردنية أو المجتمعات العربية. صحيح. اللي معقول يكون في لهم دور كتير كبير وخطوات كتير كبيرة عملها جدا بتفرق بقلب المجتمعات. خطواتها بتفرق. يعني كان لقاء جدا رائع معك لما انبسطنا كتير بوجودك معنا، بنتمنى لك المزيد من التقدم وإن شاء الله بتحققي كل أحلامك. إن كل شاء الله. شكرا كتير لك، وإن شاء الله يعني خلال السنة القادمة إنه أقدر أرفع العالم الأردني على أعلى قمة بالعالم زي ما قدرت أرفعه على أعلى قمة في أوروبا. كلنا فخورين فيكي. كل شكر لما. أما الآن مشاهدينا رح نروح مع بعض لفاصل كتير صغير ومنواصل بعده، خليكم معنا.